مرحبا بكم في لاشين ديالي دو ديكوك. من بعد ما وصلوا لي بزاف ديال التساؤلات على الطريقه اللي كنوجدوا بها لي فلور اللي كنعلقوا في لي بوفي ديالنا، جبت لكم لا فيديو اللي غنوجدهم انصامبل معكم. نتمنى انهم يعجبكم. عندي هنا البابي كونسون، عندي هاد لي باترون ديال لي بيتال، كنرسمهم غير عشوائيا كيف ما كتشوفوا، بيتال كبيره وبيتال صغيره وهذاك الشكل. غادي نطوي ورقه ديال بابي كونسون على جوج وغادي نتراسي فيها البيتال الكبيره. غادي نبدا نقطع كيف ما كتشوفوا، بعد ما طويتها على جوج غيعطيوني جوج ديال لي بيتال اون ميم طون. هنا بوغ لي بوتي بيتال انا طويت الورقه على 4، يعني غيخرجوا ليا 8 ديال لي بيتال. انايا غادي نحتاج 6 ديال لي بيتال كبار و 6 ديال لي بيتال صغار. حتى كنقطعو كنبداو نغيكتيفيو هادوك لي بيتال لي شاطو لينا، هما اللي غادي نقطعو بهم داك الشكل اللي غيبقى لينا كيف ما كتشوفو. بعد ما كملت لي بيتال ديالي كيف ما قلت 6 كبار و 6 صغار، غادي نقطعهم من الوسط. وكيف ما كتشوفوا جي ريكتيفيي قطعتهم شويه من التحت. غادي نجيبو ان ستيلو ونبدا ندورو في لي بيتال من الفوق باش يعطي داك لي في ناتوريل ديال لي بيتال. في هاد المرحله غادي نجيب لاكول وغادي نلصق هذاك لي مورسو اللي قطعت، وغادي نريكتيفيي من التحت نقطع لي بو باش يجيو بوينتو. غندير لاكول ونبدا نلصق بيتال حدا بيتال، سواء كنديرو بيتال تحت منها بيتال ولا بيتال فوق منها بيتال. غادي نبقاو نلصقو وحده بوحده حتى نلصقو هادوك 6 اللي عندي كاملين. كنحاول انني نثبتهم مزيان. غادي ندير لاكول من الوسط وغادي نجيب نبدا نلصق في لي بيتال صغار. غادي نبقى حتى نكمل لا كونتيتي كامله اللي عندي، ومن بعد منها كنحاول انني نثبتهم مزيان. غادي نجيب واحد لابون اللي غادي نقطعها من الفوق وغادي نلويها. كنجيبو دوك لي مورسو اللي فيها من الفوق كنطويوهم باش كيعطيو داك لي في ناتوريل، وكنلصقوها الوسط. انا كيف ما كتشوفوا وجدت اون دوزيام فلور، غادي نوجد معكم اون ثروازيام. لصقت لي بيتال، قطعتهم من الوسط ولصقتهم، ودابا غادي نبدا جلي كول. كنديرو واحد وكنديرو لاكول وكنلصقو من تحت منو البيتال الاخر. كنبداو بلي بيتال الكبار عاد كنمشيو لي بيتال الصغار كيف ما كتشوفو. كنحاولو اننا نثبتوهم مزيان، وكنجيبو لاكول من الوسط ديال لي بيتال باش يلصقو على بعضياتهم. نحاولو اننا ما نكثروش لاكول بزاف باش ما يبقاش لاكول باينه. البيتال الصغيره غادي نجيو نديروها الاولى، كنديروها وسط من جوج كبارين، وكنبداو نديرو لاكول ونلصقو وحده تحت وحده. من بعد ما ساليت لا كونتيتي ديال لي بيتال الصغار اللي عندي، غنحاول انني نثبتهم مزيان، ندورهم مزيان باش يعطي داك لي في ناتوريل ديال اون فلور. داك لو سوربلوس اللي كيشط لينا فاش كنقطعو دوك لي باترون، كيف ما كتشوفوا كنقطعوهم من الفوق. انا درت وحده على وحده باش نقطعهم جوج في دقه وحده. غادي ندير لاكول ونبدا ندور فيهم، نعاود ندير لاكول ونلصق دوزيام بوند. ومن بعد ما لصقت كلشي غادي نبدا ندور فيهم من الفوق كيف ما قلت لكم باش يعطيو داك لي في ناتوريل. غنديروا لاكول من الوسط وغادي نلصقوهم. ها هما لي غوز ديالي ولا لي فلور ديالي من بعد ما ساليتهم. كنتمنى ان لا فيديو ديال اليوم تكون اوتيل بوغ فو وانها تعجبكم، وتجربوا انكم حتى نتوما توجدوا لي فلور ديالكم في البيت ديالكم ديال لا ديكوراسيون. الى عجبتكم لا فيديو ديال اليوم ما تنساوش تخطوا على لايك وتشتركوا معايا في القناه ديالي دودي كوك باش يوصلكم كل جديد.